السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انا بس كنت عايزه اقول حاجه. من كام يوم فانا كنت نزلت بث، فالبث ده يعني شكرا للناس اللي بعتت كذا مسج، شويه بتقول ان هو ما كانش واضح، والحقيقه ما خدتش بالي لاني يعني ما برجعش اتفرج على الفيديو بتاعي بعد ما يعني بعد ما بنشره، بيبقى نادرا كده يعني. المهم فهو شكرا للناس اللي قالت كده، وانا عايزه دلوقتي اطلع في الفيديو ده عشان اقول لكم موضوع البث في شيء من الاوجال او بسرعه يعني تفهميني. المهم يعني ان البث كان موضوعه ان طبعا انتوا عارفين اكتريت في معظم البوستات او ناس كتير قوي بتنشر بوست اللي هو بتبقى مثلا جايبه صوره واحده محجبه بس لابسه ضيق، وصوره واحده مثلا مختمره، وصوره واحده منتقبه، وصوره واحده مش لابسه حاجه اصلا، يعني عفوا عاريه يعني جبسها مش متظبط، ما علينا عشان ما حدش يزعل. المهم يعني ان هو بيجيب كوكتيل البنات ده وبعد كده بيقول يعني ايه، لا تعلم ايهن ده النطق الصح، لا تعلم ايهن اقرب الى الله، وتذكر انه ليس من شانك. وفي تعليق تاني لازع شويه فبيقول سواء كانت المراه حلوى مغطاه او حلوى مكشوفه فالرجل بالحالتين ذباب. المهم يعني هو تعليق ساذج يعني مش هقصد، ما تركزوش. المهم ان انا بقول لكم مضمون الصوره، وللاسف في بنات كتير وكتير كده بقوا ينشروا يعني، بس فعشان كده يعني انا طلعت اتكلم في الموضوع. فالمهم انا لما دورت في الموضوع ولقيت رد على الموضوع ففرحت جدا، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم يعني كله، ففي القران الكريم بيقول يا ايها الذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني مفيش ايه وقال يا ايها الذين امنوا بس، يعني فاهميني، في دايما يا ايها الذين امنوا وعملوا الصالحات. من الاخر اني المحجبه مش زي المختمره، مش زي المنتقبه، مش زي اللي لابسه ضيق، مش زي اللي مش لابسه اصلا، فاهميني يعني. فالمهم يعني الايمان معناه اعتقاد وقول وعمل، فالغلط ان في ناس بتعتبره اللي هو يعني ايه قول بس، غلط. الايمان اول حاجه اعتقاد وقول بس لازم العمل، يعني مثلا انت مثلا مؤمن طبعا كلنا عارفين اركان الايمان، بالله وملائكته وكتبه ورسله، والايمان باليوم الاخر، والايمان بالقضاء والقدر خير وشر، اركان الايمان السته تمام، بس هو اعتقاد وقول تمام، انت بتقول كده كويس، بس فين عملك بقى؟ يعني ما فيش حد يقول انا مؤمن بس ما بعملش باللي ربنا امرني بيه، يعني فاهمين؟ فيعني ايه، احنا برضو مطالبين ان احنا نلتزم بالاوامر اللي ربنا امرنا بيها عشان ينفع يتقال عنا امان، ما ينفعش او مؤمنين يعني، ما ينفعش اللي هو تقول ايه، ما هو انت مش عارفه، ما ممكن اللي هي مش لابسه دي احسن من اللابسه واحسن ما اعرفش ايه، اللي هو انتوا كده بتهونوا الموضوع قوي، يعني اللي لابسه ده براحتك، اهم حاجه قلبك الابيض، يعني اللي مش لابسه اصلا براحتك، ده انت احلى، فاهمين؟ فاللي هو للاسف حاجه شبه دي ممكن تهون الامر في نظر كتير من البنات. فهو في مثلا ناس افاضل بتحاول تصلح لبس البنت وبتحاول في لبس البنت، انتوا بتعكوها اكتر، انتوا بتدوها الفرصه اللي هو ايه براحتك بقى، ده الموضوع عادي اصلا، اصل انت اصلا ممكن تكوني احسن من فلانه، وانت ممكن تكوني احسن من علانه، ما اعرفش ايه ما علينا. المهم يعني فده اللي انا كنت طالعه اتكلم فيه. وبعد كده اللي بيقعد يجادل قوي في الموضوع ده، اصل انت شعرفك اصلا، احنا مش شرط ان احنا نكون شيوخ علشان نعرف حاجه في ديننا، غلط خالص. يعني لازم يكون عندك الاساسيات يا سيدي اللي هتقدر تعيش بيها حياتك، يعني ما قلتلكش تكون شيخ بقى ولازم تعمل ولازم لا، بس لازم يكون عندك على الاقل الاساسيات اللي انت هتعرف تعيش بيها. وبعد كده لو احنا ركزنا في الموضوع شويه فاحنا هنشوف اركان الاسلام كلها اركان عمليه، يعني ايه اركان الاسلام؟ طبعا اللي هو قول الشهادتين واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، اللي يقدر يعني معاه فلوس، فكلها اركان عمليه، ما ينفعش يكون واحد مش بيصلي واقول الله، ما ممكن يكون احسن من اللي بيصلي، ما ينفعش يكون واحد مش بيصوم واقول لا ده اكيد احسن من اللي بيصوم، بتفكروا ازاي؟ اكيد مش كده، اكيد مش كده، يعني دي كلها حاجات المطلوب نعملها فلازم نعملها، حاجه عمليه ماشي، والايمان محل القلب واعتقاد وقول وكل كلام، بس لازم يبقى فيه عمل، يعني هو مقترن بالعمل، لازم تقترنه بعمل، ما ينفعش ان هو يا ايها الذين امنوا وعملوا الصالحات، في لزق في الموضوع، لازم تلزق الموضوعين في بعض، اعتقاد قول عمل، بس اعتقاد وقول بس لازم يكون في عمل. يعني انت مثلا هتقول مثلا وليكن انت اتعينت في وظيفه ما، وهتقول ان انت بتحب الوظيفه والكلام ده كله، هل انت ينفع تقول انت بتحب الوظيفه وانت مش بتاديها مثلا، او انت بتحب الوظيفه وانت مش بتروح الشغل اصلا؟ اكيد لا، ما فيش حاجه اسمها كده، لازم تبرهن على حبك لشيء او لشخص، يعني مثلا سواء وظيفه ممكن تكون بتحب شخصيه ما، او بتحب شخص او بتحب شخص ما، المهم يعني هل ينفع مثلا يكون في ما بينك وما بين حد معزه وتخرج بره مثلا تقعد تجيب في سيرته او تشتم او كده؟ ما هو انت فين دليلك بقى على انك بتحب صاحبتك، او انت فين دليلك على انك بتحب صديقك الفلاني كده، يعني فاهمين؟ اللي هو
اي حد بقى، مش شرط صاحب صديقه، والصديقه يعني عادي ممكن يكون اي حاجه، اي شخص بتعزيه اللي هو المفروض يبقى فيه دليل، اللي هو مثلا منين مثلا بتقولي اصلا انا بحترم فلانه مش عارف ايه، وانت بره بسم الله ما شاء الله دو 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 كده في اي حاجه، في اي لهو، في اي نيله، في اي مصيبه انت راشقه كده، او بتتكلمي سواء عمال على بطال، ودي مشكله اغلب البنات الحقيقه دلوقتي. خلاص كده، فده اللي انا عايزه اقوله. بعدين لو انت قعدت مع نفسك شويه وسال، هو مين اكتر ايمان، انا ولا ابليس؟ هو السؤال ده بالنسبه لي انا هو جيب بالي قبل كده، هو مين اكتر ايمان، انا ولا ابليس؟ فالحقيقه كلنا بلا شك ان ابليس اكتر ايمان مننا كلنا. ازاي؟ ابليس شاف الجنه وشاف النار وشاف ربنا، يعني مش عارفه، بس هو اكيد يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امر الملائكه انها تسجد، فابليس متاكد من وجود ربنا، يعني فاهمين حاجه، شاف جنه وشاف نار، كان في الجنه يعني كان فوق كان في السماء، وملائكه وكل الغيبيات اللي احنا مؤمنين بيها وما شفناهاش ابليس شافها. يعني هو اكتر ايمان مدرك وجود ربنا، ما فيش قاطع، ما عندوش شك ولا 1% ان ربنا مش موجود، مدرك 1000000%. ومع ذلك ايمان ابليس ما نفعوش، ومع ذلك مصيره جهنم عشان ان هو رفض ان هو يسجد لسيدنا ادم، فخلاص يعني ما فاهمين، يعني ما نفعوش الايمان، مع انه مؤمن واكتر حد مؤمن فيه، شايف الحاجات دي كلها متاكد منها، ما عندوش شك. يعني مثلا ممكن بني ادم مات يقعد يفكر هو ازاي الكون، هو ازاي وده، ويجي له نسبه شك، وبعد كده يتاكد ان اصلا في اي دين سواء من الاديان الثلاثه في غيبيات، فاهمين حاجه. يعني انت مثلا لو جربت تقرا كتب مقارنات وكده، هتلاقي في اي دين حرفيا في غيبيات، في حاجات، فلو ممكن دماغك تجي لك فتره، وعلى فكره في ناس بتبعد الموضوع ده، ازاي استغفر الله انت بتقول ايه، لا ممكن هو يجي في دماغك، طب ازاي الكون اتخلق، طب ازاي كذا، طب ازاي ربنا خلقنا، الحاجات دي كلها ممكن تيجي في بال اي حد. للاسف كمان ان الشيطان احيانا لما بيلاقي البني ادم مؤمن ومش عارف يوقف غلطه، يقوم مشككه كمان في اصل العقيده. ففي مننا سواء في دلوقتي او لما تكبر شويه او وانت صغير، هيجي لك مرحله، حتى واحنا اطفال دايما كنا ماما هو فين ربنا، هو احنا اتخلقنا زي، والكلام ده كله، فالكلام ده كله انت لازم تلاقي له اسئله، واحيانا بتكون عايز تفكر وعايز تعرف. فطبعا في كتير وفيديوهات كتير قوي على اليوتيوب في الموضوع ده، فانتوا تقدروا تشوفوها، وبتاكد لك وازاي تيقن من وجود الاله والحاجات كلها، ابحث فيها، هي مش غلط اصلا، انت يكون عندك معلومه مثلا، مش عشان تجادل حد، لا، لان عشان تجادل نفسك، عشان لما شيطانك مثلا يجي يلعب معاك في الحته دي او في اصل العقيده او الكلام ده كله، تبقى عارف ترد على شيطانك مش على نفسك، بقى تبقى عارف ترد على شيطانك. بس ده اللي انا كنت قلته في البث، واتمنى طبعا. وعلى فكره الباقه ما كانتش قربت تخلص ولا حاجه، عشان يعني ان تابلت المدرسه يشتغل على الانترنت في البيت، فده معناه ان الانترنت فائق حرفيا دلوقتي، بس انا مش عارفه بصراحه ايه اللي حصل في البث، ما علينا. فانا صورت الفيديو ده دلوقتي علشان اللي كانوا مضايقين. تاني حاجه قلتها في الفيديو، هي كانت حاجه بسيطه، او معلش قبل بس ما اخلص الموضوع دلوقتي، انا بس عشان ما حدش يفهم غلط، انا مش بقول معنى كده ان اي حد مثلا نشر البوست ده او هينشر او بينشر ان هو مثلا وحش او كده، لا بالعكس، انت ممكن تكون بتنشر البوست او المنشور يعني، وانت بالنسبه لك عادي خالص، ايزي، ما فيش مشاكل، مش حاسس بحاجه، كل الكلام ده اوكي. بس للاسف ممكن العاصي يستهين بكده، يعني مثلا طبعا يعني مثلا البنت مثلا لو هي شافت مثلا ان في واحده لابسه ضيق قوي وماشيه في الشارع عادي، وعادي ما فيش مثلا اي رياكشن، اي كلام ده، فده ممكن يشجعها. او مثلا لو هي شافت، لو بنت ما سمعت مثلا كلمه وحشه على لبس معاه، فتقوم غيره لبسه ولابسه اضيق، فاهمين اللي هو الكلمه بتفرق، يعني فاهمين الكلمه بتفرق، فممكن ده يهون المعصيه. اللي لابسه ضيق عادي، ما الناس بتشجع برضه، مش يمكن قلبي احسن من اللي هي منتقي بقى، فاهمين انتوا؟ فده بيهون المعصيه في نظر اي واحد. طبعا مش شرط على موضوع اللبس، اسها على اي حاجه ثانيه، مثلا اي واحده فينا ممكن تكون بتعمل حاجه زي مثلا نشر صور، ففي بنات شايفه ان ده عادي وايزي، فللاسف من كتر البنات دي ما بتعمل كده، اي بنت مثلا لسه داخله على الساحه جديد، او لسه بتفكر في الموضوع، او لسه عايزه الموضوع عادي بقى، انا عايزه انشر كمان عادي. ده كان موضوع الترند اللي قبل فات، من كتر ما في ناس بتدافع عن الغلط. للاسف وانت لما بتقف مع شخص عشان تخليه يدافع عن غلط، فبيقوموا ملبسين حاجه غير مسمياتها، يعني هو بيلبسوا الحاجه اسم غير اصلا اسمها، بس هم بيلبسوه يعني عشان تبقى حاجه تبع الدين، تبع الشرع كده، فيقوموا ملبسينها تحت رداء، مع ان المفروض تقول انا بغلط في كذا. على فكره مش معنى كده ان كنا ملائكه، كلنا عندنا اغلاط، بس الفكره ان هو ايه، في مصيبه لما تكون انت عارف ان غلط ومش بتعترف او بتجادل، وخصوصا لو كان خطا بقى في موضوع الدين، لان انت كده بتشيل ذنبك وذنب اللي ماشي وراه كمان، يعني مصيبه حرفيه، او في موضوع ديني يعني فاهمين، سواء لبس بقى او كلام او تجرؤ او طريقه تعبير مع طريقه دعاء، من الحاجات دي كلها
او اي فتوى. طبعا طبعا مش اقصد ان احنا نوصل للفتوى يعني، بس اللي هو موضوع اللي هو ايه، اي حاجه بتعملها او حد ابتلاك فانت بتلبس معاه يعني، لو حاجه دي غلط فانت بتلبس الغلط معاه وبتشيل ذنبه، جزء من ذنبه يعني، مش ذنبه كله بس بتشيل جزء من ذنبه. فدي الفكره، لو انت مثلا بتعملي حاجه غلط، طب هي غلط في الدين، غلط في الشرع، اعترفي بيها وتمام يعني، انت على الاقل كده تكوني مبرره ذمتك مثلا من اللي ممكن تعمل زيك بعد كده. طبعا اولا يعني انا بتكلم مع الاثنين بس كده، فدي الفكره. فعشان كده ما تهونوش المعصيه، عشان البني ادم اللي بيعملها ما يفتكرهاش حاجه عاديه وسهله وايزي والدنيا تمام والكلام ده كله يعني. ماشي. الحاجه الثانيه اللي انا اتكلمت فيها اللي هو كان فيه برضو حاجه بس يعني كانت لازعه بالنسبه لي يعني. المهم ان هو اصل انت بتقولي دلوقتي افصلي يومين وكده وانت مش هتعملي كده، او ليه بتقولي كده وانت كده. بصوا انا ما قلتش يعني، اصل الموضوع غبي يعني. هو انا قلت مثلا افصلوا الترم كله يعني، انتوا يعني ازاي يا جماعه؟ انا كل اللي قلته يومين، وعلى فكره انا والله ما بقول حاجه مش بعملها يعني. انا لما قلت افصل يومين عشان انا فصلت يومين، فاهميني يعني؟ لما قلت افصل يوم ولا اتنين فعشان انا لا هفصل لا يوم لا اتنين، فعلا وفعلا فصلت يوم يعني. اللي كان سمع البث فتقريبا، او اللي فهم حاجه من البث، فانا تقريبا ما ذاكرتش امبارح او اول، بس مش فاكره. بس هو في يوم فعلا ما ذاكرتش، فصلت، كنت مخنوقه او متضايقه وكده، بس ده اللي انا بقوله يعني. انا مثلا مش بضلك في حاجه، أو مش من مصلحتي ومش غرضي يعني. ايه يعني ليه اصلا ليه يعني، فهماني؟ انا مش بقولك او بقولك، بس بقولك احسن عشان البنات هي اللي بتفتكر كده. مش بقولك اللي هو افصلي يوم ولا اتنين علشان تضيعي، اصلا ما قلتكيش افصلي الترم كله. ان بس كمان بخاطب فئه محدده اللي هو الناس اللي قاعده على الكتاب زي اللي مش قاعده على الكتاب يعني. انت دلوقتي قاعد وبتقرا في كتاب بس مش فاهم اي حاجه، او مثلا مش مستوعب اي حاجه، او في دماغك في اي حاجه، فاهمني؟ انا خاطبت الفئه دي بس، ما قلتش للكل افصل. انا قلت للي وصل للمرحله دي من كتر الزهق من كتر الملل، افصل يوم الاثنين وبعد كده ارجع ذاكر تاني بس يعني. ده اللي انا اتكلمت فيه، ده الحاجه المعينه اللي انا اتكلمت فيها بس كده، ما عملتش على كله وكده. بصوا بقى موضوع اصلا قلقان في الثانويه وكده، هو الفيديو اوريدي طول مني فانا هضطر افصله دلوقتي بس. والله خليني اصلا فتحت في كده. بصوا معايا موضوع اصلا قلقان في الثانويه والكلام ده كله، وانت مش قلقانه وانت مش عارف ايه. بصوا وكلنا قلقانين وكلنا خايفين وكلنا طبعا علينا ضغط، وكلنا اهلنا عايزين يشوفونا حاجه حلوه. بصوا بقى اللي نفسكم تقولوا فيه، اصلا بني ادمه وزي زيكم، وبجيب المواضيع من الواقع المعاصر يعني. مثلا بيحصل لي موقف ما فبطلع اتكلم معاكم. هو مش كل الفيديوهات كده، بس اللي هو في مواضيع فعلا بتيجي بتبقى معبره عن، ما هو موضوع الثانويه بالذات. فكلنا كده وكلنا خايفين من الموضوع. بس اللي هو بص، اصل انت مش عليك النتيجه، انت لازم تفهم كده، انت مش عليك اي نتيجه. مالكش، انت ليك في السعي بس، اعمل بس اللي عليك، ذاكر بس. بص ما تفكرش بقى في يوم النتيجه اصلا. ممكن خلي دايما عندك حسن ظن بالله. في ناس كتير كانت بتحكي عن اليقين بالله وعن ازاي تحسن الظن في الحاجه عشان تحصل لك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حديث القدسي، انا عند حسن ظن عبدي بي. فهو انت لو اسأت الظن فممكن حاجه سيئه تحصل لك يعني. اصلا مش هجيب مجموع، ما فعلا مش هجيب، ما لان انت مش مدي نفسك اي بوزيتيف انرجي ولا عندك اصلا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى. طبعا حشاء، لازم تبقى عندك شويه ثقه بس، ثقه، حط ثقه في ربنا ان شاء الله يا ربي انا تعبت وهجيب اللي انا عاوزه بس كده. فهو اللي انت خلي ده هتريحك يعني. على العموم بقى، سواء انت مثلا حاسس نفسك ها جيت يوم وما قرستش على نفسك، او ما قعدتش على الكتاب قوي، او جيت يوم مش عارف تعبان، او جيت يوم بالوقت، بس ايه، بس برده ما تقعدش تدي نفسك اعذار يعني. مثلا ما تقعدش تدي نفسك اعذار انك مش هتذاكر، ما اقولش كده، بس هو الفكره ان هو انت بتيجي احيانا بيبقى مثلا ضيعت ساعه كده، فاهم؟ فانت اصلا لازم تفهم ان تضيع الوقت يعني. مثلا في ناس يعني، عرفت ان في ناس ممكن تصحى الساعه 9 او 10، وال9 و10 دول يعني انتوا فاهمين يا شباب، 9 و10 دي يعني انتوا بتضيعوا يعني، لك ان تتخيل بقى على بال ما تقوم وتفطر وتصلي والكلام ده كله، شوف تضيع كام. وعلى بال ما تبتدي مذاكره تبقى الظهر، وبعد كده لو عندك درس ما، فانت كده اللي بتضيع اليوم. انت كده اللي بتعمل كده في نفسك يعني. انت اللي بتضايق الدنيا في وشك على فكره. فانت لازم شويه يعني تطول يعني. اصحى بدري، اصحى بدري، بورك لامتي في بكورها. وفي زمن كده في مثال كده كانوا بيقولوا، مثل بيقولوا الشغله البدريه منسيه، او الوظيفه ما علينا يعني، اللي هو يعني الحاجه اللي بتحصل الصبح او الحاجه اللي انت بتعملها الصبح منسيه، مش متعبه ولا اي حاجه ولا كده. وكذلك الساعتين بتوع الصبح فعلا فيهم بركه. حاول 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 على قد ما تقدر تقوم. اصل اللي انت تصحى 9 و10 وتعالى بقى ما تفطر و12، فانت كده بتضيع اليوم عليك، وانت كده اللي بتعمل في نفسك يعني كده، فاهم؟ فحاول ان انت تدي لنفسك امل.
وللمره الاخيره. كلنا خايفين من النتيجه وكده، بس هو برضو احنا عندنا ظن كويس بربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله هنحقق اللي احنا عايزينه، ان شاء الله هنوصل اللي احنا عايزينه، ان شاء الله هيحصل كذا، ان شاء الله هيحصل كذا. ودي حاجه هتشجعك شويه تقعد على الكتاب. والماده الصعبه قسمها مثلا، مثلا مثلا اللي انا فهمته ان انت مثلا عندك مشكله في ماده الانجليش، مثلا ماده الانجليش دلوقتي اي كتاب انت جايبه، فوريد الكتاب اللي انت جايبه مقسم الوحده، فاهمني؟ فهو مقسم الوحده دي يعني كذا وكذا، جزء كذا وجزء كذا، فاهمني؟ فخلاص يعني، يعني انا اقصد خدها على كام يوم، يعني الجزء كذا وجزء كذا ده مثلا، مثلا اي كتاب غالبا بيقوم مقسم كلمات وترانسليشن وايه تاني ثالثه جرام تمام. فانت خد في يوم الكلمات والترانسليشن، ما هو برضه ما هي كلمات، فاهم؟ والجزء الثالث خد في الجرام، بحيث انك تخلص الوحده. تخيل انت لو مشيت بالمبدا ده، اللي هو مثلا جيت اسبوعك في 7 ايام خدت في يوم جزء الكلمات، وجزء الكلمات ده اصلا مش هياخد منك باذن الله عز وجل يعني ساعتين، وعلى بال ما تحل قول 3 ساعات ماشي كويس. طيب هتيجي مثلا لجزء الجرامر 3 ساعات ونص، ما نقبل اسبوعات قوي 3 ساعات ونص كده، على بال مثلا ما تيجي لجزء بس وبالترانزليشن وكده قول هتقفل الاربعه، 4 ساعات في اليوم لماده واحده. بص هو ايه يعني حاجه صعبه طبعا، لان في مواد تانية وفي حاجات تانية والكلام ده كله، بس اللي هو ايه حاول على قد ما تقدر حتى تقلل المده شويه، اصل انت حر بقى انت هتصرف نفسك، ما هو اوريدي مش كل الكلمات هتقعد فيها كتير، لان في كلمات بتبقى فاكرها وفي كلمات بتراجع عليها عبور الكرام وفي كلمات وفي كلمات. فالمهم ان انت تجيب ملخص الكلمات، وبعد كده زي ما قلنا تحل الترانزليشن، بعد كده تحل على الكلمات والترانزليشن وكده، وبيبقى في جزء تاني جرامر، وفي كتب كمان بسم الله ما شاء الله بعد ما بتخلص جزء الكلمات وجزء الجرامر. المهم يعني من الاخر علشان تمشي بمعدل كويس لازم تاخد الوحده في يومين بس، لا اكتر ولا اقل، ما ينفعش بصراحه تاخد اكتر من كده، لان 16 وحده وعلى اللي انت بتقوله ده فانت كده محتاج تحل كتير، بما انك محتاج تحل كتير فانت محتاج تطول بالك اكتر. بس كده ان بجد الفيديو طول، انا بصراحه كنت عايزه اخليها فيديو تاني بس وقعت بلساني وقفت في نص الفيديو ده، ما علينا، يلا باي.